بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين. واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. قبل بيان هذه الايه لا بد من تمهيد امرين الامر الاول هناك ارتباط تكويني بين العمل والعامل كما ان بين المقدمات والنتيجه ارتباط تكويني من يشعل النار لا يحصل على البروده وإنما هناك ارتباط بين المقدمة والنتيجة يحصل على الحرارة. فمن يريد البرودة لا يشعل النار. هذا ارتباط تكويني بينهما. كذلك بين العمل والعامل هناك سنخية بين الإنسان وما يصدر عنه. بين ما يصدر عن الإنسان وما يصل إليه وما يقع فيه. للذنب للتقريب نمثل للذنب يقال ذنب المعصيه يقال لها ذنب لماذا؟ لانها كالذنب شلون الحيوانات اللي عندها ذنب الذنب يتبع الانس يتبع الحيوان كذلك الذنب يتبع الانسان لا ينفصل عنه في يوم القيامه ووجدوا ما عملوا حاضره هو مع الانسان مو انه شيء خارج يؤتى به وانما هو مع الانسان اينما يحل العمل يكون حاضرا معه لوجود الارتباط الوثيق التكويني بين العمل والعامل في الايه المباركه ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها هذه اللام ليست لام الانتفاع لأنه هو إن أسأتم فلها وهذا مو هذا ضرر فعليها إذا اللام في لأنفسكم ولها ليست لام الانتفاع وليست لام المشاكلة وإنما هي لام الاختصاص يعني العمل يختص بالإنسان هذا شيء متصل بالإنسان إن أحسن هذا الإحسان متصل بالإنسان ويختص الإنسان به وإن أساء فالإساءة متصلة بالإنسان ويختص الإنسان بها فإذا هناك ترابط تكويني بين ما يصدر عن الإنسان ونفسية الإنسان وما ينتهي إليه الإنسان هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الحق والباطل مختلطان الله عز وجل جعل الحق والباطل مختلط لماذا لخصوصيه الامتحان بغرض الافتتان لان الدنيا دنيا الامتحان فترى الله عز وجل في ال عمران في سوره ال عمران يقول من هو ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الله عز وجل جعل في القران اللي هو كتاب النور والهدايه ايات محكمات وايات متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فاذا الحق والباطل يجب ان ينظر الانسان ليميز بينهما، الباطل يلبس ثوب الحق. لماذا المنافق اخطر من الكافر؟ لان الكافر عدو محارب تراه امامك تحاربه. اما المنافق فهو يبطن الكفر ويظهر الايمان، ياتي اليك صديق فيطعنك من خلف، لذلك المنافق اخطر من الكافر. الاموال الجعليه تكون مطابقه للاموال الحقيقيه، الورقه النقديه المزوره، يجعلونها كالورق النقديه الاصليه الصحيحه، لماذا؟ لانها ان اختلفت بعد واحد ما يغتر بهذه الورقة المزورة وإنما يجعل المزور كالأصلي وكالصحيح لماذا؟ لكي يقع الإنسان في الالتباس يتأثر نأتي إلى الآية المباركة هذه الآية في سورة الحديد وسورة الحديد دون الثلاثين آية أنا أتصور أن كل هذه السورة انما هي مقدمه لهذه الايه المباركه التي تلوتها في ابتداء البحث يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كل هذه السوره هذه الايه قبل الاخير في هذه السوره كل السوره انما ذكرها الله عز وجل كاحتمال باعتقادي مقدمة لهذه الآية الله في هذه السورة يذكر نقاط في البداية يقول بأن الله له ملك السماوات والأرض وله الإحياء والإماتة وهو على كل شيء قدير خلق السماوات في ستة أيام هو معكم أينما كنتم يعني يبين عظمته بعد ذلك يدعو الناس للإيمان آمنوا بالله ورسوله ثم بعد ذلك يعاتب الكفار لماذا لا تؤمنون بالله والرسول مع أن للمؤمنين نور وللمنافق ليس نور في يوم القيامة المنافق يقول انظرونا نقتبس من نوركم فالله هكذا يبين ثم يشوق المؤمنين على الإيمان بالتحضيض ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ثم يقول بأن الرسل لهم البينات عند علامة واضحة الرسول فهذه البينة العلامة الواضحة تجعلك تتبع الرسول بعد كل هذه المقدمة بأن الله هو القوي هو القادر هو الذي معكم هو الذي خلق هو الذي ملك هو الذي يعطى للمؤمن نور ويمنع النور عن المنافق والكافر يقول إن أردتم النجاة أنا اللي أعرف كل شيء إن أردتم النجاة النجاة متقوم على ركيزتين أساسيتين التقوى يا أيها الذين آمنوا هذا الإيمان الظاهري اتقوا الله الركيزة الأولى التقوى وآمنوا برسوله أيها المؤمن الظاهري تريد تكون مؤمن حقيقي؟ آمن برسوله. إن اتقى الإنسان الله عز وجل التقوى من الوقاية، يعني أن يحفظ نفسه من المحرمات، من المعاصي، من الموبقات، من الجرم والجريمة وما يؤدي الإنسان إلى الغواية والضلالة، إن حفظ نفسه هذا ما يكفي فقط تقوى الله. وآمنوا برسوله. الركيزة الثانية التي ينطلق الإنسان بهما إلى السعادة والى الجنة تقوى الله والإيمان بالرسول. إن حصلت التقوى وحصل الإيمان بالرسول هناك ثلاث مزايا للإنسان. المزية الأولى: يؤتكم كفلين من رحمته. يعني سهمين، حصتين. شنو الكفل؟ ما يحتاجه الإنسان ويسد حاجته هذا الكفل للكفيل أيضا يقال كفيل لأنه ينتفع به الإنسان في وقت الشده والحاجه يحل مشكله الإنسان يكفل الإنسان فتحل مشكلته لذلك يقال للكفيل كفيل يعطيكم كفلين ما هما الكفلان في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الكفلان الحسن والحسين الحسن والحسين يعني يشفعان لكما يكونان معكما والإنسان في الدنيا قبل الآخرة في أشد الحاجة إلى سيد شباب أهل الجنة نجاة الدنيا والآخرة في الارتباط بهما الله يقول عز وجل تقوى الله والإيمان بالرسول يوجب حصول الكفلين لكما طبعا كمصداق بارز هما سيدة شباب أهل الجنة ويمكن أن يكون الكفلان أيضا ما في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة الدنيا كفل وحسنة الآخرة كفل آخر يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. النور يفرق بين الحق والباطل، اذا واحد في الظلمات في ليل مظلم يظل الطريق اذا ما عنده مصباح، اذا ما عنده نور. قد يقع في حفره، في بئر قد يهجم عليه حيوان ولا يلتفت الى انه في حاله الهجوم عليه ولكن بالنور يرى الطريق الذي يوصله إلى النجاة وإلى الهداية وبلا هذا النور يظل الطريق فيقع في الهاوية ويصل إلى الظلال والغواية ما هو النور؟ النور كما في الروايات إماما تأتمون به وهو علي بن أبي طالب <applause> هذا المصداق الابرز للنور. اذا امنت برسوله علي بن ابي طالب معك فمن يكون مع علي هل يظل ويشقى؟ لا، علي مع الحق والحق مع علي، يدور حيثما دار. لا يمكن ان يبتعد الانسان عن الجنه اذا كان مع امير المؤمنين. ولا يمكن ان يقترب الى النار اذا كان مع امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا كما في تفسير اهل البيت سلام الله عليهم. وفي روايه اخرى النور هو الايمان لان الايمان يفرق الانسان به بين الحق والباطل. النور هو الايمان الذي لو كان الانسان متقيا يجعل لكم فرقانا. في ايه اخرى فرقان يعني ما يفرق الانسان به بين الحق والباطل. ويمكن ان يكون المقصود بالنور ما يرفع الحجب عن قلب الانسان. اذا واحد الله اعطاه هذا النور يعني يرى الحق يرى ملكوت السماوات والارض. هذه الحجب لان الحجب موجوده على بصر الانسان وترتفع في يوم القيامه هذه الحجب فبصرك اليوم حديد. ما إلى حجاب تشوف واحد في البرزخ يرى يرى كل شيء آلاف الكيلومترات الإنسان يرى كأنما هو قريبة الحجب ترتفع عن بصيرة الإنسان يصل إلى الواقع ينظر الواقع إذا آمن بالله وبرسوله هنا نقطة هذا النور تمشون به يعني تشوفون طريقكم تدلون طريقكم الله عز وجل كل هذه السوره جعلها مقدمه لهذه الايه حتى يقول الطريق الوحيد فقط للنور ولكشف الحجب والظلمات هاتان الركيزتان التقوى والايمان بالرسول، طبعا الايمان بالرسول يستدعي الايمان بامير المؤمنين وبالائمه الطاهرين الى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا معنى الايمان الحقيقي بالرسول وامنوا برسوله اما اذا واحد يريد يبتعد عن رسول الله كما ابتعد كثير من الصوفيه مثلا هؤلاء ارادوا كشف الحقائق بماذا؟ بالرياضات النفسانيه يضغط على نفسه يصوم فترات متطاوله لا ياكل الا القليل جدا يخالف نفسه بما ليس في مدرسه المعصومين سلام الله عليهم مثل المرتاضين في الهند المرتاضين في الهند هذول كفار ولكن يعلمون كثير من الغرائب هكذا اوصل نفسه الى بعض المعلومات ولكن هذا ينقذه هذا نور لا هذا مو نور هذا ظلمه لان كشف الحقائق قد يكون كشف رحماني وقد يكون كشف شيطاني. كثير من هؤلاء الصوفية يقولون بأننا رأينا كثير من القضايا، ولكن هذه القضايا التي رأوه هي كلها تخالف الضرورات، تخالف الشريعة. أحد كبار العرفاء والصوفية من المنحرفين يقول: أنا رأيت، رأيت بالمشاهدة، بالمكاشفة. رايت رسول الله صلى الله عليه واله في البرزخ وعلى طرفيه الاول والثاني. والنبي عيسى على نبينا واله وعليه السلام خلفهما، معقوله؟ يقول رايت رايت بعيني رايت هذا شنو؟ هذا وحي الشيطان. هذه اراءه الشيطان. ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. شلون يوحون بالوسوسة بالمشاركة في الأولاد والأموال وكذلك بالإراءة أكو رواية لطيفة حتى لا يقتر الإنسان بكثير من هؤلاء هؤلاء طريقهم غير طريق الله عز وجل الله عز وجل يقول من يريد النور عليه أن يتق الله لأن تقوى الله تسد باب الهوى والشيطان وحب الدنيا والآمال التي تبعد الإنسان عن الآخرة تقوى الله والإيمان برسوله مو الرياضات النفسانية التي لا يوجد لها أثر هذه مو تسخير الجن البعض يسخرون الجن عبر السحر يسخر بعض الشياطين فهؤلاء الشياطين يتنزلون عليه ويعالجون بعض المرضى هناك أمور غريبة قد تصل بيد الإنسان إذا خالف نفسه مثل الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يمر في بغداد في ساحة شاف مجموعة ملتمين حول واحد في هذه الساحة فقالوا إنه رجل يخبر بالضمائر يعني أنا نويت هو يقول لي ما الذي نويته يقرأ ضميري فالإمام أتى إليه قال كيف وصلت إلى ما وصلت إليه قال بمخالف هو كافر قال بمخالفة نفسي أي شيء اللي نفسي ترغب إليه أنا أتركه وأي شيء اللي نفسي تنزجر منه أنا أتمسك به أنا أخالف نفسي أضغط على نفسي وصلت إلى هذه المرحلة أقرأ الضمائر الإمام الكاظم سلام الله عليه أراد أن يهديه قال أنا أعرض عليك الإسلام تعال أسلم شوف نفسك تقبل الاسلام ام لا نظر الى نفسه قال لا نفسي ما تقبل الاسلام قال يلا خالف نفسك ما دام انت تقول انا دائما اخالف نفسي الان نفسك تر فضل الاسلام فخالف نفسك واسلم هو هم مضطر على انه هو معود نفسه على مخالفه نفسه فاسلم بعد فتره وحسن اسلامه وأصحب واصبح من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه. بعد فترة الإمام الكاظم سأله قال: ما الذي يدور في خلدي؟ اقرأ ضميري. لحظة فكر قال: ما أقدر أقرأ ضميرك، ما أدري أنا لما كنت كافر كنت أقرأ الضمائر. بس الآن ما أقدر, أقدر أقرأ الضمائر. الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: أنت كان جزاؤك لضغطك على نفسك ومخالفتك هواك قراءة الضمائر لأنه في الآخرة أنت ما عندك جزاء كنت كافرا فالله أعطاك في الدنيا مقابل ضغطك على نفسك ولكن الآن الذي أسلمت فأجرك للآخرة بعد هاي الحالة ارتفعت منك كثير من أصحاب الأمور الغريبة الذين لا يرتبطون بالله وبأهل البيت يمكن تكون لهم بعض القدرات ولكن هذه القدرات قدرات شيطانية فواحد ما لازم يغتر إذا شخص طلع على الفضائية وعد طلسمات وقال بعض الخصوصيات وطالك علاج أن تعتقد به أو البعض ممن يأتي في منام الإنسان الإنسان نائم فلان المنحرف المبتدع يأتي في منامه ويقول اتبعني أنا صادق هذه الرؤية من الشيطان مو من الرحمن واحد يصدق اكو في روايه الامام الباقر سلام الله عليه ان لابليس شيطانا اسمه هزع هذا في الليالي يملا بين المشرق والمغرب وياتي في رؤيا الناس الملاك كل الملاك تقوى الله والارتباط بالرسول اذا واحد يريد يرتبط بالله عز وجل ويحصل على النور أن يرتبط بالله وبالرسول فقط مو عن الطرق الأخرى في رواية لطيفة في الكاف الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجن والشياطين تزور أئمة الضلال فدواح صار إمام للضلال إجي ادعى أنه باب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ادعى البابيه، ادعى انه ابن الامام، ادعى انه يرتبط بالله. هذا من ائمه الضلال. فياتيه الجن والشياطين. فاتوه بالافك والكذب حتى لعله يصبح فيقول رايت كذا وكذا. لما يصبح يشوف انا في عالم الرؤيا شنو اللي شفته. ويتصور انه رؤيا من الله. الرؤيا جزء من اجزاء النبوه الرؤيا ما راه النبي ابراهيم عليه السلام في قضيه ذبح اسماعيل فهذا يتصور انه رؤيا حق بل كثير من الاحيان في مو في الرؤيا يشوفون مشاهده مو في عالم الرؤيا وانما في عالم الشهود مثل هذه الروايه الاخرى ايضا روايه لطيفه رواية معتبرة عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول يونس أنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي يقول أنا دا أطوف وفوق رأسي نداء ما هو النداء يا يونس إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فرفعت رأسي وإذا هو جبرائيل هكذا يقول ان يونس يقول انا رفعت راسي واذا هو جبرائيل يعني يونس كانما يوحى اليه وهذا جبرائيل انزل عليه الوحي فقال للامام الرضا او وصل الكلام الى الامام الرضا فغضب ابو الحسن غضبا كما في هذه الروايه لم يملك نفسه يعني غضب ظهر الغضب على ملامح وجهه وقال ليونس لي اخرج عني لعنك لعنك الله اشهد الامام يقول اشهد ما ناداه الا شيطان هذا بالفعل شاف ولكن راى الشيطان كثير من الاحيان اذا واحد يبتعد عن طريق اهل البيت يمكن يرى يمكن يدعي مثل احد ال كبار الصوفية من العرفاء قال بأنني رأيت الله عز وجل وأعطاني الله عز وجل كتاب فلان ومليء هذا الكتاب مليء بالكفريات يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه يعني لا إسلام كل ال... كل الديانات ديانات صحيحه. اذا يجب على الانسان اذا اراد ان يكسب النور الذي يتمسك به ويمشي به الماذا؟ ان يرتبط برسوله. اتقوا الله وامنوا برسوله. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ما هو النور؟ امير المؤمنين. في هذه الروايات يقول كعب بن عياض طعنت على علي عليه السلام بين يدي رسول الله يعني تكلمت بكلام ضد امير المؤمنين فوكزني في صدري رسول الله اسوه الاخلاق ولكن من شده الكلام وكزني في ظهري فالضرب على صدري في صدري ثم قال يا كعب ان لعلي نورين نور في السماء ونور في الارض فمن تمسك بنوره ادخله الله الجنه ومن اخطاه ادخله الله النار فبشر الناس عني بذلك. المهم ان ياخذ الانسان عن اهل البيت. في روايه عن امير المؤمنين من استغنى بعقله ظل. واحد لا يتصور انه هو بعقله يمكن ان يصل. ظل يظل الطريق. يجب ان يتمسك باهل البيت. في روايه الامام الباقر من دان بغير سماع عن صادق. يعني دان يعني اعتقده، تدين بما لم يسمعه عن امام صادق. الزمه الله تيها الى يوم القيامه. هذا ينحرف يظل في صحراء مظلمه. الى يوم القيامه، لانه لم ياخذ من الامام المعصوم. ايضا عن ابي جعفر الباقر سلام الله عليه، كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. اللي تريده تاخذه من بيت اهل البيت. واهل البيت ليس لهم حي وميت، احياء موجودين. مو انه واحد يقول احنا ما كنا في زمن اهل البيت حتى الان حتى ناخذ منهم، الان اهل البيت موجودون. يذهب الانسان الى اضرحتهم المشرفه وياخذ منهم خير الدنيا والاخره. مو قضيه سهله هذه الزيارات، واحد يتصور رساله جاي ازور الامام الرضا وازور السيده معصومه، لا بركات الهيه هائله تنزل على الانسان بهذه الزيارات. ياخذ من اهل البيت سلام الله عليهم ياخذ حوائج الدنيا ياخذ حوائج الاخره يكون معهم هذا معنى الايمان برسوله. ان يرتبط الانسان بذريه رسوله وياخذ منهم اتى ذلك الرجل كان ينقل احد الاصدقاء يقول في ايطاليا كان عندي تجاره مع شخص فرايته في ذات مره محبط ما بك قال المحكمه الان في قضيه في المحكمه تحكمني وانا اخسر كل شيء يعني هالاسبوع المحكمة راح تحكمني حتى المحامين ايسوا من تغيير نتيجة الحكم فأنا أخسر أموالي أخسر زوجتي أخسر أولادي أخسر بيوتي كل شيء كل شيء واحتمال أن ألقى في السجن إلى آخر حياتي ولا طريقة لي للخلاص ماكو مندوحة ماكو حل فيقول قلت له أن لنا إماما اسمه الإمام الرضا سلام الله عليه هذا يحل جميع المشاكل فقال طيب خلي نروح له قلت له انا توي جاي في ايطاليا قال الان الان خلي نروح له انا ما عندي وقت قل بالفعل قص التذكره وركبنا اجينا الى مشهد فاخذته الى الامام الرضا هو يعني ما فهمت ان الامام الرضا ميت قبل ألف وكذا سنه تصور هو يعني فالسلطان في فد في واحد إلى مكانه إلى موقعية يمكن أن يؤثر فيقول أتى إلى قريب مقام الإمام الرضا وإذا به يرى القبة المنورة فاستغرب أنه هذا شلون سلطان له هذا القصر الهائل فيقول اقتربنا إلى أن وصلنا إلى الضريح المطهر المبارك وقلت وقل له هذا الإمام الرضا وبدأت بقراءة الزيارة وإذا رأيته يناجي يتكلم مع شخص التفتت إليه قلت تتكلم مع منه قال هذا الإمام قاعد على الضريح ده أتكلم وياه يقول أنا التفتت على الضريح ماكو شيء هو ده يتكلم كأنما خطاب مباشر جاي منقطع جاي منقطع يريد من الإمام هذه الحاجة فيقول أنا متأسف لأنه أنا سيد من أبنائهم ما اقدر اشوف الامام بس هذا يشوف الامام ودي يتكلم مع الامام يقول بعد ذلك وفرحان انه الحمد لله هذا وصل الى ما اراد فيقول بعد ذلك التفت الي قال الامام يقول انه تعلم الاسلام والشهادتين من هذا السيد اللي عندك فكيف اسلم؟ قال انا هم علمت الشهادتين والشهاده الثالثه وخرجنا الى الفندق هو قال انا مرتاح الامام قال قضيتك محلوله فاتى الى الامام الرضا واخذ حاجته الدنيويه اللي هي حاجه بسيطه ولكن الاهم من ذلك اخذ سعادته الدائميه عندما اسلم وامن واعتقد بالائمه المعصومين، شوفوا شلون حلوا المشكلات مو الا هذا الله عز وجل كشف عن بصره الحجب فراى الامام جالسا على الضريح والكثير لا يرفع عن بصره الحجب ولكن لطف الإمام عناية الإمام تشمل حاله حتى أبناء المعصومين واحد المفروض أن يزور كل ابن من أبناء المعصومين إذا إلى مقام لأنه هذا له مقام عند الله عز وجل أحد العلماء ممن توفاه الله قبل فترة في أصفهان السيد الإمامي يقول أنا كنت صغير وكان هناك طفل ولكن في قدمه آفة آها ما يقدر يمشي بسهولة معوجة قدمه فيقول احنا كنا نلعب مع الأطفال وكان هناك ابن أحد الأئمة أو من أحفاد أحد الأئمة إلا هو مقام يقول الأطفال ما كانوا يلعبون مع هذا الطفل لأنه ما يقدر يركض ما يقدر يتحرك معهم فكان وحده أنا كان بالي ينكسر على خاطري أروح ألعب وياه يقول في مره من المرات هذا اجى بطريقته وهو يعرج فالاطفال ضحكوا عليه فانكسر قلبه ودخل الى هذا المقام من ابناء الائمه سلام الله عليهم في اصفهان يقول خرج بعد دقائق وليست في رجله اي عاهه او آفة. هذا كان من كبار علماء الإصفان وهو الذي ينقل القضية رؤيته المباشرة حقيقة حوائج الدنيا والآخرة عند المعصومين هذه الزيارات الحمد لله وفقت لزيارة الإمام الرضا لزيارة السيدة معصومة لزيارة المقامات في هذا البلد حقيقة اعلموا أن التوفيق لكم ولذريتكم إلى يوم القيامة بعناية بنظرة من الإمام بنظرة من ابن الإمام بنظرة من هذا الكبير الذي له مقام عند الإمام وعند الله عز وجل فإذا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم العاقبة على خير تكون اللي يرتبط بالله وبرسوله وبالأمة الله يغفر له والله غفور رحيم أسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتكم مقبوله ان ترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه بيد مليئه بالخير بذنوب مغفوره ببركه الصلاه على محمد وال محمد